انا مالك اختي بنيتي انت الزين كله ضيعتي جاوبتي على هذا درك الكمار حاتك كي دايره يقول لي انتم هادشي كامل دايرينه على الفلوس شوفي نقول لكم واحد القضيه ديال ملي عرفتيها اسمعيني انا وما عزيزش عليا الشهر ما عزيزش عليا داكشي ديال ندير الفلوس نبان صافي الله يهديك احنا بايضين وزينين اش درنا بالزين كل ما كانش هو كاع ما غنوصل لهادشي اللي وصلت ليه هاد الايام راه زادوا الفيديوهات طلعوا ليا ملي بديت كنصور انا وياه ياك اختي راه طالعين بك تي حيت زينه تبارك الله ما شاء الله كلشي مقابلك ويقول العيد غدا اما هويا بالعكس راه هو مظلم لك القناه بغيتك تبارطاجي ليا اه فوق 5000 درهم ما عنديش مشكل 5000 درهم فوق 5000 درهم وغير انتي مع صاحبتي عزيزه عليهم بغيت تشردك اما الناس راه فلوس صحيحه هذه هي الصحبه قولي لي مبروك راني درت قناه بغيت نولي انايا تبرز مشهور ايوا شنشن ديز بقاتيني ما يلي غريب وكل البنات كيف دايرين لاباس عليكم المهم انا يلا قديت راسي دابا وخلبس داكشي غير خفيف ظريف راه مع الصيف راكم عارفين دابا غادي نمشي لواحد الكافي كلاس وفيه غير الناس زوينين اللي واصلين وبلا ما نصح دوك الناس اصحاب القلوب الضعيفه بلا ما تدخلوا تفرجوا حيت غادي تالموا في صمتش انا ما نبغيكمش تعذبوا يلا نخليكم تهلاو في راسكم هاد القصه مستوحات من الخيال الواقعي ديالنا هادشي كامل اللي غنشوفو في هاد الفيلم هو فعلا اللي كيوقع هو اللي كنعيشو كاملين في السوشيال ميديا خليكم مع الفيلم فرجة ممتعة كوكو البنات كيف دايرين لاباس عليكم المهم انا يلا قديت راسي دابا وخلبس داكشي غير خفيف ظريف راه مع الصيف راكم عارفين دابا غادي نمشي لواحد الكافي كلاس وفيها غير الناس زوينين اللي واصلين وبلا ما نصح هذوك الناس اصحاب القلوب ضعيفه هادي واحد خاطرش باينه في غاتمشي قهوه كلاس شي الناس لاباس عليهم بحالي انا شاده ستاري شو الناس اللي خارجين شو باقا مباش حيدات شي وتشو الناس اللي واصلين وتشو راه يخرج لك على عقلك عائلة كبيرة عندك ولادك زعما مالي لا عندي ولاد ديما شاد التليفون ما كد خارجة موال شوف وليد راه صيفط لهم ميساج غنصيفطك تمثل لا لا لاباس لا هادشي ديال اليوتيوب عرفتي اش دايرين بيه خاوي راسي انا من هادشي اصلا واش باغي دير؟ باغي نقرا وا سير تمثل قرا سير تمثل مالك في الصيف يا وليدي راس قاصح ما فهمتكش انا بغيتك غير تكون راسك تدخل لشي ديال اليوتيوب راه فيه الفلوس ما بقيتي تقرا داك الشيء اللي قراو طفرو راه شدوا الباك وشدوا لي ليسونس وبركو نوض تقعد تمشي تخدم راه صيفط لهم ميساج لا عيطوا لك غتمشي تمثل ضروري غتمشي باش انا نتشهر ونقولوا شو هذيك ولدها ممثل وانت اصلا داكشي كتشوفي في ستوري غادي القهوه وهذا الشيء اصلا كاع حياه حقيقيه داكشي راه فيك راه كيبغيو يبينوا بنادم بلي راه زعما حنا مزيانين كنخرجوا شي داكشي ما من والو تاش من قالك ما منوش ما منوش وغتقول الناس انا غادا القهوه ما لا تكذب عليناش غتصور كاع داك الكذوب تسير الله يهديك خليك من هادشي حط هذاك التليفون طيب اللي غدا راه لا جي في الجوع غتشي فاش فالح انا غادا نمشي نخدم داك طيب في الغدا راه غادا طيب كل داك الشيء اللي شايط تاع البارح شنو نبقى مقابل عطياب باز لك اولادي والله ما كتسمع راسك قاصح والله راسك قاصح طيبتيك اييه وكيفاش قبلتي عليه هو زرق وكاد لا هو راه ما زرقش راه بليق راه غير كيدير واحد الفلتر كيبينو سمامر بحال هكاك شو راه كتعجب السموريه ايه مره مشى شوال شعره ودير داكشي بحال مره اللي راه زرق اصلا هو من داك النوع اللي عزيز عليه يبدل فهمتي ما يبقاش في نفس الستايل دابا السوشيال ميديا زوينه الشهره زوينه تحسي براسك تحسي بواحد الاحساس وشكل فين ما مشيتي الناس كتبقى تشوفك كتهضر معاك كتجي تقول لك هضره زوينه ياك واش فهمتي كتبقي ديما فرحانه ودابا هادشي اللي تلبسو حقيقي اش من حقيقي تاتي السروال هذا راه واخدها من عند بالدربله وهاد الفوقاني ديال خشي كي سمحي ليا دابا تتبان وجهكم فين الحبوب ولكن في الكاميرا لا تبان وجهك دابا صحه مزيان تي شو وجهك كثير كلشي ما تبركش خشي ديك المظاهر كيبان لك قدام
شوفي واخا قلت لك معايا البارح دايره انا ويا دوك ستوريات وكنضحك لها فوزاع داكشي راه غير تما. اما ملي كتمشي هي تهضر من ورايا وانا تنهكك نفاق. حالي مخي انت كان شعرك طويل وعينك زرق انت كتمسختي مني شكش انت يا صاحبتي. داك الشعر راه غير كنزيده وزيدون غير مسلفه مع مولات الصالون. اما العينين لي لونجي انت يا صاحبتي ما قالوا عيب راه كيبانوا بحال عينيه حتى انا واخده دوك شويه زيدين في الثمن. شي ما بقاش مصدومه هادشي كامل اوهام تتعيش الواحد والدريه تبدا يقلدوا فيكم شي بغات تشاور شعره شي بغات تقطعوا شي بغات تطولوا. وخرجنا على دوك المراهقات مع كيدخلوا لذاك العالم صحاب ليهم راه بصح كيتايقوا مستافين تيبقاو شويه يقراو راه غير حيت انت صاحبتي وعزيزه عليا وكنقول لك داكشي اللي كاين. والمشكله دابا يا اختي باغا نمشي لواحد الكافي عجباني ما عندي حتى شي ريال فخباك دابا جايه على رجلي عندك والادسنس تتمن ادسنس انت القضيه مقتوله هاد الايام هادي. ودابا راه غادي نمشي غير لديك الكافي اللي بانت لي شي خيتي جالسه تناش تنوض وتطوري وجلس في بلاصتك. وكاين واحد الشيء غادي بغيتيها شنو هي؟ كاين واحد الدري تدير ستوريات في انستغرام ومشهوره تتشبه لك حليمة في كل شيء وغادي تفوحي على بنادم ياك تهزي لك ستوريات وتلحي في الباج ديالك غير هي بديش العيب هاد الديزاير. شوف ندير هذيك لابليكاسيون ونبدا نمشي نشارجي في ستوريات مزيانه شدي حطيتي وجهك ورا الفورمه هي هي تشمن وجه. انا باغي غير هذوك ديال الماكله ديال بيسين ديال فهمتي الريستورات هذوك ملي باغي كومي زامور كيف دايرين لاباس عليكم كلشي بخير. شوف شكون اللي كاين معايا اليوم ماما فاجأتها اليوم بواحد الكادو اللي زوين بزاف لكن ما غاديش نوريه لكم دابا تا نوريه لها هي تشوفو وغادي نخليه لكم في ستوري باش يبقى لكم مفاجأة. كيجي ياك هادشي؟ اه تيفون غادا بهادشي ايماشي مالي عادي عارفه هادي خاويه ما فيها والو ولكن هاد الوقت اللي كنعيشو حنا غير ديال الكذوب فوع عليا فوع عليك حيت الا ما جيتش ندير هكا غادي يطيح ليا التفاعل. شوفي يا بنيتي هادشي اللي كدير فيه راه ماشي معقول يطيح التفاعل ولا بغى يطيح والكذوب ما عندنا ما ندير يا بنيتي راه حرام. شمن حرام مالي كنصفر ولا كدير ديال عباد الله وزيد ورا هادشي اللي خدام دابا الا ما درتش بحال هكا ما غاديش نعيش. عرفتي يا بنيتي علاش ما ربحتيش؟ حيت الكذوب راه كيقلل الرزق بنيتي ما عارفاش هاد القضيه. وماما الله يهديك دابا غتبداي عليا بهاد الهضره وصافي صافي ماشي هادي يا بنتي اللي ربيتي وكبرت على الصراحه وليتي يا بنتي خارقه الكذوب وخارقه وتكذبي على الناس حشومه هادشي ما بغا لا الله لا العبد. دابا انت واقفه ضدي وندير شي يدي في يدك وندير راسنا مخاصمين وتشوفي لما نطلعوا طوندونس انا وياك حيت فهاد الوقت كلشي ولا كيدير هاد البلان خاصمه مع امك صافي راه غادي تضربي المشاهد. ولكن يا بنتي لا الله سبحانه وتعالى ما بغاش بحال هكا وهادشي راه بنتي راه ما مزيانش الرزق 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 هو الله سبحانه وتعالى الا بغى الله يعطيك واحد رزيق راه ما تكوني حاسه ولا ضانه به. انت باغا تبقاي عايشه ليا في الفقر المهم خلينا من هادشي. دابا الخطبه امتى غادي تكون؟ شنو الخطبه يا بنتي؟ انا وعبدو بنتي داك السيد انا ما مرتاحاش ليه وما عاجبنيش. ايوا انا عاجبني. ايوا ماشي ديالنا بنتي انا راني امك انا وخصني نتحكم فيك ويلا بنتي ما فهمتش انا علاش كنلقى هذا المشكل معاكم كاملين معاك انتي مع منى مع بزاف ديال الناس علاش ما باغينوش غير قولي لي فين كاين المشكل. بنيتي انا راه ماشي ضدك هذاك الولد بنيتي راه باقي صغير وما عندوش العقل لا تي لا هو وتولدوا ولادكم بنيتي كيفاش تعيشوا بنيتي ما صالحاش لبعضياتكم. دابا انت يا ماما راك ما عارفه والو انا البلان اللي بلانيت في راسي هو انني غادي ندير الخطبه باش غادي نبدا نلوح الفيديوهات انا مع راجلي انا نشوف الخطبه ديالي باش ندخل الفلوس. عارفه انت دابا هاد الوقت كيبغيو يشوفوا الناس مزوجين كيبغيو يبقاو يعرفوا الاخبار ديالك ديك الساعه من بعد الله يعاون. ها بنيتي شي بنات اليوم فين وصلتوا وليتوا كتقلبوا على الفلوس ما بقيتوش كتفكروا تزوجي وتستري راسك وتولدي وليداتك على شكون اللي كيدق علينا. احنا وصلنا للمنزل ديال كديري اش كديري شمن كزوم ولا كزوم كتخربقي شكون اللي بعدا دخلي دخلي كتصوري ياك هذه هي الصحبه قولي لي مبروك راني درت قناه بغيت نولي انايا تبرز بشهور. ايوا مزيان تبرز بشهور تبارك هادشي اللي كديري فيه راه كنعطوني عليه الناس فلوس صحيحه فلوس صحيحه ما غاتجي تبيني لي وجهي هكاك ياك هذه الصحبه. وزيدون انا راه عندي المتشبعين ديالي وديال صحابه ماما وصحابه كلشي العالات ما هادو اللي كيشوفوك غير ماماك وجيرانكم هما اللي كيعرفوك هاد الساعه ما كيعرفك حتى واحد. دابا نسي عليا حالي ما عرفتيش جايه عندك اخر مره شوفي تهزي التليفون وصوري لي معاك
حيت هادشي انا كنديرو بالفلوس وهادشي ما فيهش صحبه. الصحبه كتبقى على برا، اما هادشي فيه الفلوس. دابا انا شي عندك باش تبارطاجي ليا، حتى انا بغيت نولي مشهوره، حتى انا بغيت الناس يشوفوني وبغيت نعيش هذيك العيشه ديالكم، وبغيت حتى انا الماكي ونطلق الشعر ونشوف ونعيش حياتي. فيقي فيقي بنتي فيقي، هادشي راه بالمقابل هذا، غادي تعطيني فلوس غادي نبان معاك، ما عطيتينيش راه ما غاديش نبان معاك. ياك صاحبتي فين هي حليمه الدرويشه؟ يوتيوب بدل فيك هادشي كامل، قولي انت عندك وجه اخر، هذا يوتيوب. هادشي اللي كتقول لي بارطاجي ليا، انا راه الالاف اللي كنتلاقى معاهم كيبقاو يقولوا لي بارطاجي ليا بارطاجي ليا، وغدا اللي كيدوي معايا في انستغرام كون بارطاجي ليهم بالثمن. حليمه اختي انا بارطاجي ليا مره، وزيدوا الان راه عندي واحد الموهبه واعره ديال التمثيل. اها بغات دير لي لي فان ديالي ياك، وباش انا نمشي طيح لي التفاعل ما مركتيش. مازال حبيبه الا بغيتي تدخل لي واحد الكيفوي عطاني 500 درهم وندخلك. شنو التفاعل اش تخربقي؟ انا بغيت ندير افلام قصيره، كيعجبني داك عبدو منار ونبيل منار وديك الطبقه ديال فاطمه الصاخي، بغيت نمشي نمثل معاهم. ما غاديش ندخلك للجروب، ولا بغيتي ندخلك راه لي 2500 درهم وندخلك. عندي 6000 ريال. 6000 ريال؟ اه سير بلاتي شوف لك شي واحد يلا بعد يلا غادي يقول بسم الله. صافي زيدي الصحبه زيدي. المهم البيدات هادي ماما تحالي مكزوم كزوم مالك؟ راه ماما انا اللي ماما وما كنبيناش، انت كنتي باغا تبينيها. سمحي لي تنسلم على فين خالتي؟ بخير حتى هي قالت لك دارت لاشين ولات باغا تلوح فيها كلشي ولا تحوي شي بنادم كيقلب على الفلوس. الله يستر يا وي تبارك الله العيالات من الساعه هادي العيالات تبارك الله ديري لاشين تما وتديروا الطبخ تدخلوا العرض القاضي ديال علمناهم يسوقوا له وبغينا يدوبلونا وحشات هادي اللي علمناها السعاية وسقونا الديور الكبار وراه هي اللي درتيها حبيبه ديالي. وما انا خصني حتى كتهضر على سعايه ولا مسعايه مالك بغيتي دابا غتجي غتبقي تضيعينا غير في الوقت حتى هاد الوقيته بحال هاد الوقت هذا اللي غنجلس معاك فيه كتدخل فيه فلوس صحيحه اش باغا دابا لا تجي عندي شتي دابا انا خالتي عارفه راسي غنتشهر وغنولي مشهوره غتعاملوا معايا راه ما غنعقل عليكم بغيتي تشهري ما نعقلش عليك بغات تشهري دير شي فضيحه خاطر شهرك كلشي غيولي عارفك. زوينه هاد القضيه الفضيحه ندير انا امك وتريكتك باش تي طالعه كلشي يطلع. ايوا ضرب لنا معيور ما بقاش ودي حاشه حاشه لا بنيتي انا بعدوا مني وخليوني عليكم في التيقار انا واحد السيده داخله سوق راسي. بنتي ليا حبيبه بحال بغات تطلعي على ظهري وزيدون خليني عليك في التيقار وخلي عائلتي في التيقار. الخدمه خدمه والصحبه صحبه ما تخلطيش الامور مع بعضياتها. ياك حليمه اختي اليوتيوب تيبدل. شوفي اليوتيوب ما فيهش خشي ولا مي ولا شوفي الهضره اللي قالت لك راه جاتك من الاخر بعدي على بنتي وخلاتي في افتقارك وهي في افتقارك خلينا زوينين ياك والله يكثر خيرك. انت غتشوفي مول فين بغيتي تطلعي لاشين ديالك 2500 درهم شي لاشين ديالي غنطلع بدراعي الله يعاونك مسالي جايه هي باغا تطلع بدراعي انا جاي عندها شي حل زوين قلت لها ديري شي فضيحه غادي تطلعي طوندونس ما بغاتش العيني بنيتي انا غادي نمشي دابا. لا فامي كتبان لكم عجبكم فيلم اللي حطيت لكم البارح زوين زوين بزاف هنا حليمه سلام فيداش هانتوما كليكاو على لوليا ودخلوا تفرجوا شي حاجه طوب اكيد غادي يعجبكم الفيلم باش خليو لي كومونتير زوينين بارطاج بارطاج كنبغيكم. ياك لحتي انت فيلم وملي قلت لك علاش انا بغيت نصور فيلم قلتي لي لا غير لي فلوغ صور غير لي فلوغ ما مركشيش ياك شويه حقا غادي يجيك صعيب في المونتاج حقا لا تريش فيهم كوبي رايت ما مركشيش دابا بغيت فرقاتي يلا كنا ضحكين انا في ستوري دابا بنادم يشوفنا كنضحكونا وكنضارب ضارب معاك حيت انت ما بغيتش ليا الخير اصلا انا كنبارطاجي لك في الوقت وانت ملي كنلوح انا شي حاجه ما كتبارطاجيش ليا في الوقت علاش صافي لا لا بغيتي تصوري فيلم غدا غنصور فيلم ديالك انت وبعد غدا نصور انا مزيان انا عارفك اصلا واخا تصوري الفيلم ما تصورش ليا كيف كتصور راسك وما غاديش تمونطي ليا مزيان عرفتي اش غندير غنصورو فيلم غدا وفيلم بعد غدا وغنمونطيهم واللي عجبك فيهم خوديه مزيان هكا ايوا صافي اللي كان بحال ما كان متفقه معاك ولكن اللي عجبني غادي نختارو انا وديما فما تعجبني شي حاجه انا اللي غادي ناخذها باز عرفتي شنو فيها ما الاولى كنتي كتبقاي تقلبي عليا وتضلي اي ستوري حطيتها تجاوبيني فيها وباغا تلاقاي معايا ودابا ملي طلعتي وتعرفتي وليتي مشهوره قلبتي عليا الست ساعات وليتي مضاربه معايا فيلم فيلم عادي هذه هي الدنيا وزيدون صحابني نسيت هذاك البارح في الكافي بلاتي ديك الكافي اللي كنت باغا نمشي لها انا سبقتيني لها انت وانت اللي صورتي فيها وعقل لا ديرها فين انت وهاديك القهوه مولاها كيعرفني انا ماشي سوقي شكون اللي انا جايه صافي انا تبغي تصوري فيها غادي تصوري فيها ربع على قهوه صورتي فيها انت ما صورتيش فيها انت
حياتنا. مالكم كتغاوتوا؟ شنو كاين؟ لا كاع ما كنا كنتغاوتوا، كنا دايرين غير واحد البرانك انا وياه. البرانك ولا البرانك؟ شوفي نقول لك هذاك السيد اللي عندك ما ديري بيه، انا قلت لك ما عديش ما دير بيه، راه ما عمره يكون لك راجل. قلت لك تفرقي عليه. راك عارفاني علاش باغا؟ باغا غير نطلع بيه لاشين ديالي، راك شتيها باقا شويه ميته. شي لاشين ديالك سيري لي خسري عليها فلوس وطلعيها بلا ما تبقى مجامع يدك كحد الفارع. ودابا انا ماما في الاول راه هضرت مع ولد الشينويه وهضرت مع الحكومه، ولكن راه طلبوا لي واحد الثمن اللي غالي. قلت اللهم تزرق الكمارن قاد معايا لافير، ترى بروجي دابا خدامه عليه. والحمد لله ملي عرفتي هزرق الكماره بان الحق. واش بغيتي ملي تعرفي في هاد العيوب هادو كلهم؟ يا ويلي بنيتي انا علاش يطه الزين كله؟ تبارك الله ما شاء الله بيضه ونقيه. صافي الله يهديك، احنا بايدين وزينين اش درنا بالزين؟ كل ما كان شو ورقع ما غادي نوصل لهادشي اللي وصلت ليه هاد الايام. راه زادوا الفيديوهات طلعوا ليا ملي بديت كنصور انا وياه. ياك اختي راه طالعين بك تي حزينه تبارك الله ما شاء الله، كلشي كلشي مقابلك ويقول عيد غدا. اما هويا بالعكس راه هو مظلم لك القناه. بالعكس انا اللي عارفه شنو مسلكني، راه الالسنس ولات كتجيني مزيانه هاد الايام. وسير اختي دير اللي بغيتي، انا هضرت سير عخاوي الحمد لله مرايه الحب عندك سير عميه. كوكو البنات كيف دايرين لاباس عليكم؟ المهم اليوم ان شاء الله غادي نخرج انا وخطيبي، بقاو معنا باش تشوفوا فين غادي نمشيو. وي هاد البروشي هادي تبارك الله طلونساته فيديوهات حتى حامضينك، ولا كتدير شي فيديوهات مزيانين؟ وفين ابو نبيل؟ فين امونه؟ صافا مزيان؟ طاب الحمد لله، فاطمه نادي صبر. واي اي 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 عرفتي شنو هو الهدف هاد لاباشا؟ الا مسولتش فيك ما تسولش، انت راك عارفه راه يلا خرجنا طوموبيل، طوموبيل اخرى كتسنى. طلعت شفت شي فيديو ديال الاخرى طلونساتي تبارك الله، وداكشي كديرها الحموده. مشينيش انا حتى انا حتى انا بديت نبيله، نطحت لي واحد الفكره حيدو من بديتي انت ما بديتي ما دار شي والو. صنط لي انت عندك مع القناه قلت لها تمونطي ليا انا شحال شي 5 سنين وانا معاك في علاقه، زيد ندبروا على رشاد نتزوجوا ولا نديروا شي بلان ولا شي عيبه. اش من نتزوج ولا ما نتزوجوا؟ شرك عارفين انا لاصقه في راسي راه خدام عند الناس. ويلي يا المكلخ راه انت ما عرفتش اليوتيوب راه الزواج ديال البلعاني. تسنط ليا شوف غادي نطلعها من اليوتيوب غنديروا انا وياكم خطبه غير قوالب ياك، غنمشيو نديروا الاشهارات النقافات هما اللي لباسي وكلشي كلشي. اه كما كيديروا داك اليوتيوبرز اللي كانوا كيشيروا عليهم الناس بالبيض وكيضربوهم. ومني غنكحلوا الكحلوا وعندك كيبدا يتحلي بيضاق لي بنادم، راك عارفه انا ما كنتصرتش ما عنديش مع شي ديال اليوتيوب والتبيضه غير رانس غير طايماكس غير طايماكس صافي على حسابي صافي نديروا يدك في يدك ومني غنكحلوا نكحلوها. كي شوفي شوفي انت دابا ملي بغيتي اللي بغيتي هادشي غنديروا لهم واحد القهيوه وغنديروا ستيلو ورقه وغادي ندرسوا هادشي كامل من البداية للاخر، حتى هادشي قبل ما يبان في التلفازة ويبان لبنادم راه كيتقرا في الكتاب ودي في شهر. زيدي يلاه قعد من دير هادشي اليوم هادشي غنقولوا حامله يلاه زيدي فلوس الحياة. كوبي دامور كيف دايرين لاباس عليكم؟ هاي من يوم حنا دايرين واحد الشوتينغ زويون ماشي شوتينغ وصافي غنعاود انا الفيديو في كنسلك دابا تحسوك شي ماما. كوكو ميزامور كيف دايرين لاباس عليكم؟ اليوم اللاك ديالي انا وعبده كي جينا خليو لينا قول لنا كيف جينا. شوفوا ماما تبارك الله كيف جاها الغوص جاها زوين، ولكن حماتي وشيخي هما جالسين معنا لهي غير ما بغاوش يبانوا، راكم عارفين حتى اي واحد كيبغي يبان خالش. يلا بقاو معنا غادي نوريكم تركب الخواتم وداك الشيء الاخر. ما كتكذبي مالك؟ حنا غاديين انا وياكم غاديين للشوتينغ غادي نمشيو نخدمو فيه، علاش تقولي لبنادم حنا تخطبنا وتزوجنا؟ هاد النقطة هي اللي بغيت نركز عليها حيت غنمشي بها بعيد. ياك انا وياك قلنا غادي نتخطبو ياك، ولكن انت قلتي لي صبر بلاتي وانتي في الحالة باغا ديري هادشي خلينا نتخطبو بصح. ماشي دابا عبدو انا دابا عارفة اش كندير، غير تبعني وما غاديش تندم. هادشي انا يا حليمة راكي جيني تخربيق، ياك لالا خالتي تخربق هو اللي كدير معاك بنتي، انت كتحب تسيختي نفسك غتاخذك. لا 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 بنتي ما تاخذكش، لا ماشي انت ديالها، وزائد بنتي هادشي اللي دارتو راه على قبل البوز. وصافا ماما دابا خليونا دابا ناشطين فين هما دوك الخواتم؟ انا ما ناشطش استاذ، انا ما ناشطش هادشي ما عجبنيش انا. تيما انا عارفك من نهار عرفتك وانت في ستوريات ديال الكذوب ومبغيتيش تحيدي منك هادشي، ودابا امك شنو باغيك تعطيني في القرطاس؟ شك وليتي كتحل عليا فمك، ياك ما كيصحاب لك عاجبني ولا باغاك ولا كنموت عليك، انت انا راه باغاك على قبل الفلوس.
باش الادسنس ديالي تطلع شويه تجيني مقمحه حيت عينا انا وامي من الديور ديال الكرا بغينا حنا نشريو شي بارتمان. انا ما كنتش تاخدي هذا، انا مالك اختي بنيتي انت الزين كله ضيعتي وانت هذا زرك الكمارحات وكدايره. يقول لي انتوما هادشي كامل دايرينه على الفلوس. شوفي نقول لك واحد القضيه ديال ملي عرفتيها. اسمعيني انا ما عزيزش عليا الشهره، ما عزيزش عليا داكشي ديال ندير البوز نبان كذا، انا على قد الحال كندير افلام بصاد داكشي على قد الحال. بس كنت متابع الافلام ديالي سكمش لك. خليت لكم وقت التخرج ديالكم، خليتو لكم انايا. والله الا انا جيت غير من موراك وخديت الطوموبيل تبقى تابع لي دوك الافلام. شفت هذاك الشوتينغ؟ انا والله ما بقيت باغي. يلا سير خش الطابة. وانا غادي شاد اليوتيوب هذا خليته لك. خليك كلشي وخليه. لا بقيت باغي وانا الحوت غتصور. انت البحر تجيبو الموجة ودابا نلقى محسن منك. مسكين الدقة خداها كاع ما استوعبها. يسحب راسو قلتي يلا بنيتي يلا ستوري ياس. حتى الغدا وندير راسي مدمره ومألمه وزعما راه بقى فيا الحال وتخلى عليا. بقى في الحال يا ميساه مالا انا غيبقى فيا دابا راه مزيان ليا ملي تخاصمنا راه غادي نزيد الفيديوهات غادي يزيدوا يطلعوا ليا عا غادي نقول لهم تخلى عليا وما رضاش ليا بعائلتي ونقول لهم سكرام ما كيعطينيش ما كيعتقنيش وكان طامع فيا هادشي اللي غادي نقول لهم. بنيتي راه طامع في الزين ديالك نضحي ليا الحوايج صحيح انا كنت نزوج بنتي انا كنت نسيب سمالي انايا شويه في اليوتيوب. ماما نعم جيت تشوف هذاك كتفرج فيه متزوج. شكون يتزوج؟ يا حليلي حليمة وعبد الغفور تشمشو يا حليلي سعدي يا فرحي يا سعدي يا فرحي درتي لي بجيم يا حليلي بارطاجي بارطاجي وليدي بارطاجي لي فرحت شو درت تليفوني كاع ما شفتهم. دابا باز لك الوليدة واش هادو دابا كيعجبوك تزوجو واش عطاوك؟ ما كيعطوني والو ولكن عاجبيني كيبغيو بعضياتهم نالي تبعتهم وتبارك الله الحب والغرام والخروج والكادو غير واش راه كيبان لك ها كيبان لك هادشي سير هذاك الشيء تخابر نعرف الشيطان وليدي ماشي هو بعدا تزوجوا عن حب ماشي بحالي انا باك تزوجوني بها دارهم بزز. دابا هادشي كامل دابا انا تولدت بزز ما كنتش بغي ما والو لا ما كنبغيش باك الصراحه وكنت كنبغيك ولقيتي هو دابا وحداك كيصرف عليك ماشي مخليني انا كنضرب عليك تماره في القهوه اللي يسوى اللي ما يسواش يحل عليا فمه ممكن هاني ماشي مشكل اوليدي كبر انا كنضرب عليك تماره كبر علاش انا كنت كتدخل هادشي ديال داكشي علاش قلت لك هادشي ما بغاش نخدم معاهم اصلا انا بحياتي راه ما حياتش ما والو حياتي ديال التخربيق. الله يهديك اوليدي الله يهديك الله يرضي عليك اسمع ليا راني مو كبر منك وغنبغيك على الخير ماشي غنبغيك المضره. اييه راني عارفه الوالده ولكن راه باغي نخدم ونعوضك على هادشي كامل اللي فات. واكاك اوليدي الله يرضي عليك راك راجل تبارك الله عارفه كاين احسن من باك كتافو باردين نهار كامل وعناعس ما عندو ما يدار. ما عرفت واش دقات قلبي ما حساش ولا ما بقى زماني تعاش راني في حيره وما عرفاش كيف نحس اليوم كيف نحس اليوم يوم انتي واش نمساح الدمعة ولا نخليها وانتي قامي لغة مخبيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين صوفيا صافا؟ مزيان؟ كي غادي النهار بخير في الخدمة؟ الحمد لله. صايبين لنا شي وحدة بحال ديما شي نوار تكون قاصحة. وانت خلصني في داكشي كنت كتاكل انا راه وحدة راه وحدة. شتي غتبقاي غير شتي صوفيا شتي كنتسالك كنتسالك بنادم طالق ودني الحلاقة صحاب الحوانت تيصعبوك ما عرفتش كتسالين. وانت طالق ودني ما عرفتش. اي واش اي واش بكري اين فوا غيعطوني رزقي في لافاش غنعطيك ديالي. انا نعرف. انت تسالي وانا نتسال. ومن لافاش يتسال وكلشي غادي بالكريدي تيعطي انا خلينا نمشي وصوفيا من العظيم خويا الكريدي راه من كريدي ماشي ساقي حياتك هذيك وحياتهم انا يا خويا خدامه هنا على قبل دري عندي خصني نوكلو نشربو وندخلو المدرسه ماشي وعندي الكرا ماشي انا نقلعتك في القهوه عطيني خويا الفلوس ديالي وخو القهوه شنو دابا غنبداو نتحاسبو مع بعضياتنا جيب لي عطيني نعطيك حتى رزقك كنعطيه لك ملي كتجمع لي القهوه ديالي في الاخر ديال الشهر كنعطيك رزقك وعيقت انا بي لا دابا شناهو صافي صافي يا سي سي تقطع في الكل في لافاج انا غنصيفطك مع الزاف عطيني شي وحده تكون قاصحه على الخاطر عندك دير لي شي وحده تزربي لي عليها سير سير قطع في الكل.
ديما هدفنا الاول والاخر هو انه نرضيو الكبير والصغير باش هكا كلشي يولي بغينا، وهادشي هو باش كنكسبو قلوب ديال الملايين. الله يحفظك خويا، الله يعزك، الله يحفظك. مرحبا، السلام عليكم. واش غادي نقول لك؟ راه ما تفاهمناش وصافي، كل واحد اللي كتب لي الله راه كيمشي له. وي عبد المنان على الشيطان، كنتو زعما مفاهمين وكيوت. واقيلا العين اخويا اللي شدت فيكم، سيروا سيروا جروا على راسكم وتبخروا. الله اختي ضحكتيني واخا ما فيا ما يضحك، ولكن ماشي مشكل. شوفي راه فيها خير، ما عرفتي من قدام ربي شنو كتب لي. قولي لي بشحال هاد القهوه اللي خليني نخلصها ونمشي. والله ما تخلص حتى فنان كبير وجيت عادي تقول لي تخلصي. شوف غتاخذ الفابور ولكن عندي لك حق على. مرحبا. قال لي خويا شي اشهار هنا شي ستوري انا وياك نديرو في التليفون. مرحبا، انا تليفوني ما هزوش معايا، نرجع عندك مره اخرى. دابا دير ستوري ما عندك وطاقي لي فانتي صافي تنرجع عندك. وانت نقدر نجي نصور عندك شي فيلم من حكتب عليا بلاصه زوينه. نجي مرحبا بكم يلا يا ودي. قال لك هنا الدنيا كلها رجعت كتشير. ندير ستوري برا ندير الفيلتر. ايوا زوينه عندك واجد. سلام فامي، كي دايرين؟ انا جيت عند صوفيا عندها تبارك الله داكشي زوين والقهوه زوينه. المهم الناس اللي باغيين القهوه ديال العبار كاينه عندها، اي حاجه بغيتوها كاينه عند اختي صوفيا. تحيه لكم، غتخلي لكم النمره هنايا وتواصلوا معها كامل. تواصلوا معايا مرحبا بك. انت صيفطي لي نعطيك النمره وصيفطي لي باش نحطو انا حتى انا في واتساب. واخا كتب النمره ديالك. يلا شكرا بزاف على القهوه. شكرا بزاف، الله يكبر بيك. الله يلا جلال تسلي عبد المنان تبارك الله. اي وي هادي مولا هادي. هاي 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 دريت شهرات يا خوتي، ولكن راها بحال الموس راه مقص كيحسن بلا ما. بالسلامه كي شوفي هي وداك انابيب. علاش جاتك يا وليدي؟ علاش جاتك؟ اجي تشوفي يا بنيتي، اجي تشوفي لك هاد مولا ونابيب. شوف نشوف انا قريه، شوف انا غادي نشوف باش غنشوف. سمعني بنيتي مالك؟ مالك يا بنتي مالك؟ قولي القناة ديالي داو عليا. قناة؟ مشات ليا صافي. شكون اللي داها لك يا بنيتي؟ كلشي بقى كيسينيالي فيا كلشي. المهمتي المهمتي تبعتنا العين. ويلي 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 صافي انا ضاعت ما بقى عندي ما بقى لي ما يدا صافي. يلاه لقيتيني شاده مونا. شوفي شوفي بلي الناس كتفقسي فيا. شوفي مونا شادنا. شوفي شوفي ولا هي تبارطاجي مع عندي زرقاء وحاضرين وتابعيني عليها. شوفي ديك صاحبتك عطيتي داير الخير مع الناس مالك انت يايا؟ شحال تصورتي معايا بهاد الله وشحال ساعدتيهم وشحال ودابا ملي وقفتي ما يساعدوكش؟ شكون اللي غيساعدني؟ شكون؟ عيطي عليها وانا نقنعها، انا نوقف نهضر معاها ونطلبها ونزاوب فيها. فين هو الخاطر؟ عاوتاني خاصنا نعاود نصايب لاشين من جديد، عاوتاني بقى يتسنى، عاوتاني بقى يخدم عليها. انت بنيتي واحد اصلا ما غيبقى يتفرج فيا صافي، عرفوني على حقيقتي صافي. شوفي حنايا راه طماعين، هزي الكادو من دوك الكادوات اللي كانوا كيجيوك وديه لها وطلبيه وزوقي فيها وقولي لها صاحبتي وقفي معايا. وصافي حتى الغدو غادي نمشي عنده ونهضر معاه، حيت دابا النفسيه ديالي محطمه. وصافي تاتي من البكا، سيري عند هذيك مونا وطلبيها وزوقي فيها ودي لها كادو من الكادوات قلت لك، وعورتي بها وزوقي فيها. تنسات خيرك؟ إذا نسات خيرك راه بنت الحرام. صافي أنا غنمشي يا ما بنتي معاه في الفلوغات تطلعتيها ودابا غادي تنسى الخير. غنمشي عنده ولكن حتى الغدين صافي حتى الغدو غنمشي عنده. تبقاش تجبد لي هذا الموضوع صافي أنا مرضت أنايا. ما تمشيش وأنت كتبكي وكلشي ما تبينيش ليها. حتى الغدا بين ما وليت مزيان صافي الله يرحم لك الوالدين. ضربت من عيني خوتي، بنادم حاضينا حولنا كنقولوا ما أن العين تابعانا، ولكن بلاتي خصني ندير شي تبخيره ديال بصح. المهم الناس ديال الانستغرام كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاي منى فينايا. المهم انا ومنى دابا جينا لهذا المحل هذا
بالنسبه للمورال غتلبس لكم هادشي هذا. بالنسبه لانا غادي نلبس لكم التكاشط وغادي تشوفوا كلشي شي حاجه لي طوب كاليتي وهذا المحل هذا ما شاء الله عليه. المهم اللي غيجي السلام يجي لهذا المحل هذا مرحبا به، غادي نخلي لكم النمره ديالها والانستغرام ديال السيده بغيتكم كلكم تواصلوا معها. عافاكم ما تنساوش تفعلوا معها. عاود صافي بلاش طوري مزيان صراحه اختي كتعرفيني وين نبي لافاج تما كتشارتي وتنسيتي عليا القهوه انا كنت في لافاج شنو لافاج كنت فيه راه كنت كندوز نريح فيه ما كاين فيه الدار كنت كنريح فيه نشتي السوق وزيدوا لي من لافاج مشات دابا ايام جديده علاش اختي دابا شنو من الاخر علاش كتعرفيني شنو باغي انا اخويا نسلموا عليك بغيتي دير لي اشهار حبيبه شنو فواحد الاشهار حبيبه شنو اللي كديروا الاشهار ما كنتش غديروا الاشهارات المهم بالنسبه للاشهار الا بغيتي غير في انستغرام انستغرام براسو غنديروا لك 4000 درهم بغيتي انستغرام يوتيوب 10000 درهم شنو وشوفي الحساب المعرفه والله اللي شاهد معرفه حتى شحال كيجيك من عندي القهوه ب 5 درهم حتى باب قلبه صافي صافي اختي شوف الحبيبه ديالي القناه راه ماشي ديالي انا رستينا في الراجل اللي مكلف ليا بها ما راهش ديالي الله يحفظك اختي على اختك ما بغيتيش كملي كملي تنسالي تنسالي ونجي ولا تفك العياقه اليوتيوب دار فيك العياقه سير سير اش بغيناش المهم بالنسبه للناس اللي غيجيو لهذا المحل راه كاين حتى لي بارفان اللي بغى شي حاجه راه مرحبا بيها لي بارفان راه كاين بالنسبه للثمن زوين 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 بزاف يلاه الخوت شنو دابا شنو عجبك فهادشي دابا شنو عافاك امونه الله يسهل عليك دابا انا راك عارفاني مشات لي لاشين ويلا حليت وحده اخرى وبغيتك تبارطاجي ليا فوق 5000 درهم ما عنديش مشكل 5000 درهم فوق 5000 درهم وغير نتي مع صاحبتي العزيزه عليا وبغيت نردك اما الناس راه في الصحيحه ما تجيش ترديني ها انت رجعتي لي الصرف تاع شحال هادي باقا حاقده وهزه في قلبك ياك انا عارفه صمتك الدور مزيان كيجرح راه هادشي هو اللي طرا ليا معاك دابا نسي دابا داكشي كامل وبارطاجي لي خليني دابا طلع لي لاشين حليمه يوتيوب ولا خدمتي وانا تنلعب فيديو تنضرب حتى المليون نهار تتلست المليون واش نسوق لك تطيح ليا في قناتي انا اللي لا علاقه زيدون انا تندير افلام قصيره تبارك الله رومانسيه مزيان ما تخرجيش عليا وما تخرجيش على المشروع ديالي الله يخليك هي كيف ما تتسمعي دابا ما بغيتيش بارطاجي ليا دير لي الماده ثمن زوين انا وليت خدامه بالماده اختي راه الماده نخدم معاك من دابا كيبارطاجيو ب 1000 درهم كاع 1500 ماشي حتى لهذيك الدرجه نو نو ما نخدمش بهذيك الطريقه الله يعاونك الله يعاودك السلامه وي كبيده سمحي لي سمحي لي واحد الدقيقه ايوا درتي درتي وجيتي عندي ضربه بشي زغريه صافي اكيد من هذا الفيلم هذا استفدتوا بزاف ديال الحوايج من اهم الحوايج اللي استفدتوا هو الحقيقه ديال بزاف ديال المشاهير اللي كيبغيو يبانوا عندكم ستوريات ديالكم على اساس انهم راهم عايشين رفاهيه ولكن الواقع حاجه اخرى داكشي علاش الانسان يعيش على قدو كنبغيكم بزاف الى عجبكم هذا الفيلم بارطاجيوه مع صحابكم وما تنساوش خليو لي شي تعليق زوين نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر بنتي ويا فلوغاس وشوفي نقول لك بنتي سمعي 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 مشى لي فوش نسيت قولي يا صاحبي عندو خبط تقعد تغمشي في حياتي سمعي سمعي مشى لي كل شيء قولي يا سميتو عمرو معرك كيدير كله مقرد هذوك راه غير الكلبسات اللي كندير وزيدون لي لونشي ما داروا عاود 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 يعني علاش ما ربحتيش راه حيت الكلوب 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 برافو برافو المونة كانت ماما انا عند بالي مونة في دماغي فهمتي اه يلا سيري نعاودو بنتي ليا سير اه كي طيلبش يلا ونعاود ياك حليمه عاودي 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 تي تقولي كحل الزنفاره كحل كيهضر لك الكلاره ها ضحكوا عليا هادي سير بيس قالت كاديك البارح عطيه مليون على السمر اللون عطيه مليون على السمر ملي عرفتيه كحل الكمارة زرق بحال الزرق زرق 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 كحل الكمارة ولا زرق الكمارة صافي خليها تقول لي زعما خليها طوم شاعش واخا واش امونة صافا مزيان وقول لي ماما زربتي
سير سكتو سير بغاش يسكتو هذا سكتو خاصو يا سير راه راه هو داك خونا اللي كيمت هي ولا غير عمتك اللي كيمت يلا يلا شو تصرف يلا يلا مشي دريري عرفتي داك خونا لا لا عاود كوكو مي زامور شوفوا اليوم شكون اللي كاين معايا الخطيب ديالي اليوم